عليكم. حاتم اللعبي، رئيس اللجنة الوطنية لرياضة الأطفال المنفوطة المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة. رياضة الأطفال المنفوطة هي رياضة صينية فيتنامية دخلت المغرب في 2010، وعبد ربي هو اللي كان له الفضل أنها تدخل المغرب والإفريقيا، وأنا الآن الحمد لله هو المسؤول على ترويج رياضة الأطفال المنفوطة في إفريقيا وفي العالم. التحقنا في الجامعة الملكية المغربية للجيدو 3 سنين من بعد ما دخلت الرياضة للمغرب، وبالتالي غتكون في حوالي 2014 هكذاك. والحمد لله اللجنة الوطنية كتدير إنجازات كبيرة ومهمة في المغرب، وعندنا مشاركات كبيرة على مستوى دوريات دولية حرزوا فيها عدة ميداليات الأبطال ديال رياضة الأطفال المنفوطة. اللجنة الوطنية نظمت دوريات دولية ووطنية كتقوم بها أكيد بتنظيم البطولات المغربية ديال كل سنة وبطولات كأس العرش، وكتكون عندنا مشاركات دولية باستمرار، وتنظن هو أهم مشاركة عندنا كانت هي هذا المهرجان ديال فنون الحرب المقام بدولة فرنسا في باريس. هاد الرياضة أستاذ اللعبي واش هي فردية 100% ولا كتكون فيها دي كومبا؟ نعم، رياضة الأطفال المنفوطة هي رياضة شاملة ومتكاملة وغنية جدا، تتوافق جميع الأعمار الصغار كالكبار، كتمتع بواحد الغنى في التقنية ديالها. عندنا ليكوين اللي هما ما يوازي الكاتا فنون الحرب اليابانيه، كنخدموا باليد الفارغه وكنخدموا بالاسلحه، يمكن المدرسه ديالنا كتمتاز بهذا الجانب. هذا عندنا اكيد التباري، كيكون التباري في التقنيات كذلك، وتيكون التباري على شكل مباريات كيف تنعرفوا مباريات كومبا. وعندنا الكومبا اللي معروف ابوان، وعندنا لو كومبا سور رينك اللي غادي ياخذ الانطلاقه ديالو انطلاقا من هذا الموسم. هذا في اطار الكومبا، انا كنشوفوا انكم كتدربوا بالات حاده نوعا ما، واش هذوك الالات اللي تستخدموا في لي كومبا اكيد ما لا. بالنسبه للاسلحه اكيد هما اسلحه يمكن اعتبروها اسلحه، ولكن هي التمرين على المزاولة ديال التقنيات، وبالتالي إلى بغينا نديروا واحد النوع ديال التباري بها كنستعملوا آلات مطاطية اللي كتشبه نوعا ما الأدوات اللي كنستعملوا، ولكن ما تيكونش تباري بالأسلحة الحادة أبدا. اللي كنستخدموها في التدريب ما فيهاش لو ريسك على الأبطال؟ لا بالضبط، ما كاينش حتى شي خطورة على الممارس، لأنه هما هي تمرن على واحد ليكوين سي ديزونشينمون، سي تمرن على واحد ديزونشينمون اللي تيكون يدخلوا في نطاق التباري من بعد، وتيولي يمكن ليه تبارى مع اصدقاء ديالك في كل اللي غادي تكون اكثر هذاك الكوين ذاك الكاتا. نعم، شفنا عده الوان ديال الاحزمه، ف كرلاش شرح لنا الدرجات اللي كاينين، واش نفس الشيء بالنسبه للرياضات ديال فنون الحرب او كاين شي حاجه؟ حتى شناك عندك البيض والاحمر، شنا الكحل، شنا البيض، شنا بالنسبه للاحزمه في رياضه الأطفال المنفوطة، وهي قليل فاش نبدلوا الالوان. عندنا بالنسبه للحزام ابيض وفيه ما يسمى بالكاب او لا الدرجه، عندنا الدرجه الاولى والثانيه والثالثه زرقاء، ومن بعد الحزام تيصبح ازرق، ومن بعده كنديروا 3 ديال الدرجات كحل باش تولي الحزام اسود. وبالتالي هذه هي الطريقه باش كيتمر التدرج في تجهيز الدرجات. من بعد الحزام الاسود كاين ما يسمى بليدان، الدرجات اللي ما فوق الحزام الاسود، وكاين الدرجه الاولى والثانيه والثالثه اللي هما تيكونوا كذلك على شكل درجات في الحزام الاول والثاني والثالث حمر، باش تولي الحزام احمر، فهي الدرجه كاتريام دان، الحزام الاسود الدرجه الرابعه. الحزام اللي كنحمل انايا هو الحزام يمكن لي يكون في درجتين، السادس او السابع، وانا كناخذ عندي الحزام الاسود الدرجه السابعه،
فوالا. شكون اللي كيشرف على هذا التنقيط والترتيب ديال الوغ؟ بالنسبه لاجتياز الدرجات هو كاين واحد البرنامج ديال اجتياز الدرجات، تنحترموه بيان سور الانديه وتحترموه الناس اللي كيوليو فوق الحزام الاسود. المؤسس ديال الرياضه هو الاستاذ كانتر لام، استاذ فيتنامي، هو الاستاذ المؤسس ديال هذه الرياضه هذه. نرجعوا للمهرجان اللي شاركتوا فيه مؤخرا في باريس، تكلمنا عليه نوعا ما، وكيفاش كانت المشاركه ديال ابطال المغاربه؟ بالنسبه للمهرجان ديال فنون الحرب ديال باري بيرسي، بالنسبه للناس اللي كيزاولوا فنون الحرب ولا الفنون القتاليه غادي يعرفوا هذا المهرجان، لانه هو اول واكبر مهرجان ديال فنون الحرب في العالم. تيجيو ليه اكبر الاساتذه واكبر الممارسين واكبر المدارس في العالم باش تعرضوا التقنيات ديالهم، وتيكون واحد الموعد ديال استعراض التقنيات وليفيكاسيتي ديال شاك ديسيبلين. حنا كان عندنا حلم وتحدي اننا نشاركوا في الفيستيفال دي زامارسيو باري بيرسي، وحاولنا ما امكن نردوه واقع، خدمنا عليه وقدمنا الطلب ديال المشاركه. اكيد هو المشاركه ما كتكونش محلوله للجميع، هو خص واحد النوع ديال توفر فيك واحد النوع الشروط، واحد مجموعه الشروط تيطلبوا واحد انك تقوم لهم واحد الفيديو معين وتوصلوا لهم ويدرسوه، واذا كانت توفر فيك واحد شروط معينه يدير واحد مجموعه الملاحظات ومن بعد يمكن لك تقدم المشاركه. زينب شلاط، ممارسه حزام اسود لرياضه البالانفودا، وحاليا بمدينه بوردو الفرنسيه من اجل القيام بتبادل اكاديمي في اطار دراسات الماستر. فخوره جدا بتجربه الفريق الوطني في المهرجان الدولي لفنون الحرب ببيرسي بمدينه باريس الفرنسيه، لانها تجربه رائعه متميزه تخطى من خلالها الفريق بزاف ديال الصعوبات والتحديات باش يكون قادر انه يشارك في هذا المحفل هذا الدولي ديال فنون الحرب. لا صعوبات ولا تحديات اداريه ولا لوجستيكيه، ومن هذا المنبر هذا كنبغي نحيي الاصدقاء ديالي اللي ما تسنات لهمش الفرصه انهم يكونوا معنا، وكنقول لهم بان ان شاء الله هذه ماشي اخر فرصه. كنبغي نحيي روح الفريق وروح العائله اللي خلتنا اننا نجمعوا في غضون ايام قليله، اذا ما كان نهار قبل العرض وقبل المهرجان اننا نجمعوا، خصوصا انه كان فريق اللي جاي من المغرب وخمسه ديال الاعضاء اللي حنا بينا هنايا في فرنسا وايطاليا، ونجمعوا والحمد لله نتوفقوا في تنظيم ولا في اننا نوجدوا عرض اللي مشرف جدا للرياضه العربيه، الرياضه المغربيه والرياضه الافريقيه. الحمد لله الفريق الوطني ابان في هذه التجربه هذه على دي كاباسيتي كبار، وان شاء الله فخوره ايضا برياضه البالانفودا اللي غادي وكتكبر غادي ان شاء الله وكتاخذ ديمونسيون كبار، وكنشكر كل ما كان امن فينا. غادي نرجع معك لهاد، كنت قلتي لي في الاوف هاد المهرجان تفرجتي فيه وانت صغير؟ نعم. تمنيتي قلتي يا ربي غير شي نهار نحضر، وتحقق الامل وحضرتي وقلتي يا ربي غنشارك، واش هذا الحلم تحقق اخيرا؟ اكيد اكيد. هو انه كنا صغار كنا راه ماشي غير وحدي، راه الناس كلها اللي كدير فنون الحرب راه لا ريفيرونس ديال الفيستيفال دو باري بيرسي سي ريفيرونس في العالم. بالتالي وانا ممارس صغير تيبان لنا هذاك الفيستيفال سي لو سبيكتاكل بار اكسيلونس ديال فنون الحرب بصفه عامه، اللي كنعرفو اللي ما كنعرفوش. وكان الحلم ديالي هو واحد النهار انني نستطيع ان نحضر عن كتاب على في العرض ديال الفيستيفال، وتحقق لي داك المساله وحضرت عن كتاب وشفت العروض، وكان حفل كبير والقاعه راه كتهز اكثر من 10000 متفرج، وفي ذاك الوقت تنقول واش غيمكن لي شي نهار انني نحضر تما ونجيب الناس ديالي ديال فالانكودا ونديروا عرض في باري بيرسي. والحمد لله كان حلم، دابا الحمد لله هذا حقيقه، وكندزنا في واحد المستوى ممتاز. العرض ديالنا لقى اعجاب كبير من عند المنظمين اولا، من عند الجمهور العارف والمتفرج العادي، و على سبيل المثال هو ان بعد ما سال العرض ان لي زاتليت خرجوا للعشاء في الزنقه،
ولقاو التصفيق من عند الناس اللي كانوا تيتعشاو على الاكستيريور، دونك تعرفوا عليهم في الزنقه وشجعوهم من بعد العرض في الزنقه كريمه. اذا انت راضي على العرض اللي قدموا الابطال ديالك؟ انا راضي 100% على العرض، لان كون نقول لكم الظروف اللي دزنا فيها باش نكونوا حاضرين في هذا كان تحدي 100%، لانها كانت ظروف صعبه. يكفي انني يمكن نقول لكم بانه لو فواياج ديالنا ترتب في ليله، صافي ديرك الخميس تاكدنا باننا غادي نمشيو، و7 الصباح حنايا في الطياره. رفيق بن جلون، ممارس فالانغ فوداو، سانتور لوار بروميير دان، دونك درجه اولى. من ناحيه لاج يمكن ما بين اكبر الممارسين، ولكن ماشي اقدمهم. حقيقه حنا بدينا من فالانغ فوداو من الاول، ولكن كان ممارسين قبل مني مع استاذ حاتيم في الرياضه اللي قبل، ولكن ماشي انا اقدمهم، كاين مقدم مني، ولكن نقولوا انا والاستاذه اهرام حنا اكبر وحدين. لي فيتير. لي فيتير. لا على المشاركه شاركتي معك؟ نعم شاركت. كيفاش كانت المشاركه؟ الحقيقه المشاركه كانت قيمه جدا جدا، بشهاده الجمهور اللي كان حاضر وبشهاده المنظمين اللي كانوا حاضرين. بحيث في الاول فاش الاستاذ حاتيم صفت لي فيديو داكشي رجع الخبر باننا يمكننا نشاركوا، دونك كانت فرحه. تما بدينا كنوجدوا، ولكن كان واحد الاشكاليه شكون اللي غياخذ الفيزا شكون اللي ما غياخذهاش. الحمد لله خدينا الاغلبيه، مالوغوزمون واحد الربعه ديال المشاركين ما تمكنش باش ياخذوا الفيزا، ولكن اللي مشينا ومثلنا احسن تمثيل المغرب في هذيك التظاهره. بحيث احنا من ناحيه الفنون القتالية الفيتنامية، احنا أول مغاربة شاركنا في هذيك التظاهرة ديال باري بيرسي. أستاذ بن جلول، أنت أي نوع رياضي شاركتي فيه؟ يعني شنا بزاف ديال الأسلحة، شنا السيف، شنا شاركت بلو سابر. السلام عليكم، أنا خديجة أهرام. بديت كنمارس هذه الرياضة ملي بدات، واخا كنت قبل منها في جيمناس حاتيم من أواخر 97. بديت وانا كبيرة بالسن، بقيت 30 عام بشوية، وحبيت الرياضة، حبيت الجيمناس، حبيت الأستاذ ديالنا، حبيت لومبيونس اللي كاينة في الكلوب، واللي حدي الآن غادية درجة معاهم. كنفتخر بأنني كنتمي لهذا الجيمناس، وكنفتخر بأنني كنمشي معاهم، وكنمثل بلادي، وكنمثل كاع الفروق ديال المغرب. كيفاش كانت المشاركه استاذه في بيرسي؟ كانت مزيانه بزاف، رغم الظروف اللي كانت قاصحه باش توجد والاوراق والسفر، واخا هكذاك التحدي كان اكبر من كل شيء. اي نوع رياضي شاركتي؟ الصابر ليفونتاي. السلام عليكم، زكريا بن طلحه، ممارس من 2014 رياضة الفالانغ فوداو، حزام أسود. بارسي شاركت؟ شاركنا في مهرجان بيرسي ديال 2020 34 إيديسيون، كان مشاركة ممتازة، حيت الناس تفاعلوا معنا مزيان، عجبهم العرض، وقدمنا أن بون ترافاي، واخا ما كانش لي مويان لي يعاونونا باش نبارتيسيبيو. قدرنا ندير داكشي موين دو بور، وهادشي اللي كاين. باش شاركتي بنت الله؟ مانو بيد فريقة، درت لونغ جيم اللي هي نوشاكو لاغم دي بوسلي، دوبل اي بي. السلام عليكم، سميتي كنزة خيري، عندي 17 سنة. ملي كنت عندي 3 سنين وانا كنشارك في هاد الرياضة اللي هي الفالانغ فوداو. بدينا لي بريباراتيف تال بقات شي شهر ونص بحال هكاك le festival, le 35e festival des arts martiaux, leader Paris Bercy. On a très excité ou fahanin bzaf, même si kan واحد stress li était lourd. Ana sharkt b l'épée, li smit le queen ou il est donc
وشاركت بليفونتاي اللي سميتو كوفي كوين وبالصاب اللي سميتو تيليندا. إذن مازال كتمني تمارس هذه الرياضة خاصة باش كاين بطلات زعما متقدمات في السن، إذن هذه الرياضة ما عندها لا كتخضعش للسن. بيان سور دابا عندي لا سانتور نوار ديالي و جو كونت ان شاء الله ندوز بروميير دان ديالي وفما فوق. السلام عليكم، معكم مد محمد امين، عندي 17 عام. هذه الرياضه هذه بديت من كان عندي 5 سنين. الحمد لله حصلت على الحزام الاسود بفضل الاستاذ حاتم النبي، وكانت مشاركة في بيرسي كانت احسن مشاركه لانني اول مره كنخرج للبلاد وهذه وكان باش شاركتي النوع الرياضي. شاركت بالروي والباطو.